استنكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية تصريحات أدلى بها مسؤول في الأمم المتحدة انتقد فيها قرار السلطات المصرية احتجاز الصحفي حسام بهجت. وكان ستيفن دوجاريك قد نقل عن الأمين العام للأمم المتحدة تأكيده على ضرورة حماية حرية التعبير داخل مصر، معربا عن قلقه من تعرض الصحفي والناشط الحقوقي حسام بهجت للاعتقال. وكانت النيابة العسكرية قد أمرت بحبس الصحفي والناشط الحقوقي حسام بهجت 4 أيام على ذمة التحقيق بعد اتهامه بنشر أخبار كاذبة من شأنها إلحاق الضرر بالصالح العام.